تقريبا في الأول كل أسبوع، ومن بعد إلى دعات الضرورة. والاجتماع راه كان تيدوم ما بين ساعتين وثلاثة السوايع، وتيكون النقاش وتيكون المعطيات العلمية باش نقولوا اش اللي وقع اش اللي كان، وباش كذلك تيكون حتى من تما تيكون الجواب من هاد اللجنة ولا اللجنة الأخرى ديال الكوفيد فاش تعطي هاد المعطيات. هاد المعطيات هما اللي كانوا تيدوزوا في المجلس الحكومي، وتيخرج بلاغات ديال وزارة الصحة. وشنا بأنه الوزارة كذلك راه كانت تتعطي واحد النشرة يومية، ومن بعد دابا في هاد الآخر عاد ولات كانت أسبوعية، وعاد ولاو تنقولوا فين وصلنا. إذا هذاك التواصل حتى هو كان مهم باش يطمئن المواطنات والمواطنين. ونعرفوا بأنه دزنا من واحد الحالات اللي صعيبة، وأنه كذلك ما ننساوش أنه بزاف الله يرحمهم بزاف ديال المغاربة بيناتهم طاقم طبي اللي أكثر من 80 طبيب، وحنا تنعرفوا بأنه الطبيب رخص باش يوصل واحد يكون طبيب خصو 10 سنين فوق البكالوريا بالنسبة للطب العام، و 13 ولا 14 عام بالنسبة للطب الخاص. إذا فكانت خسارة كبيرة بالنسبة لنا الفقدان ديال هاد الأطقم. واخا تنعترفوا بأنه أي خسارة ديال أي مواطن ولا مواطنة مغربية فهي خسارة للبلاد.